بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ عبد الحميد من ولاية سيدي بوزيد، يعني مهد الثورة أو الثروات العربية أو الربيع العربي. ما أطلبه من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو أن يقوم بدور قوي جدا في توحيد المسلمين ومراعاة حتى ينهض الاتحاد العالمي من بدوره المنوط به، خاصة أنه كبيرة يحاول عليه أن يوحد مشرق الأرض ومغاربها، يوحد كذلك ليكون له دور في توحيد الدول العربية لإنقاذ البلاد هي فيه من أو من التي ضربت كل الدول الأفريقية أو الآسيوية حتى العربية، فهو مدعو بقوة أن كثيرا، وخاصة أعضاء في الاتحاد العربي المسلمين ويعطي المرجو ولنا كاملة في وفي الزعماء أنه حقيقة يعطوا المثال الإسلامي لكل الدول والعربية. هناك كثير من الأمور لابد من معالجتها بحنكسي متنالك، ولابد كذلك أن يكون للفتوى دورها، وخاصة فقه الواقع لابد أن يكون حاضرا بقوة حتى في كل دنيا أن يتعلموا منهم وأدوا دورهم، والحمد لله. خالق لك قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وشكرا.